مرحبا بكم من جديد. وصلنا لجزءنا الأخير. سعيدة باستقبال ضيفي بسام معطى رئيس جمعية عتيد. أهلا وسهلا بك. مرحبا. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. شكرا لك على تلبية الدعوة. العديد من النقاط وكن نقاش باش نبداوه بالمسار الانتخابي بعد هذا التقرير. قرابة الشهر يفصلنا عن موعد أول انتخابات لمجالس محلية في تاريخ تونس المعاصر، وتنكب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإنجاح هذا الموعد الانتخابي بالقيام بالحملات تحسيسية توعوية لتشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات عبر التمديد في أجال التسجيل من جهة، وتكريس مبدأ الشراكة مع الجمعيات المعنية بمراقبة سير العملية الانتخابية من جهة أخرى. وقد عقد في 15 من الشهر الجاري مجلس هيئة الانتخابات اجتماعاً تم ضبط مشروع قرار يضبط عملية تمويل الحملة الانتخابية للمترشحين. كذلك انعقدت جلسة عمل مع ممثلين عن البنك المركزي والبريد التونسي والمجلس البنكي والمالي لوضع آليات تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بفتح حساب بنكي أو بريدي وحيد الخاص بالمترشحين للانتخابات المحلية القادمة. في انتظار إصدار القرار الترتيبي الخاص بالحملات الانتخابية والتعريف للمترشحين للتعبير المباشر في المؤسسات الإعلامية. بسام معطر، كنت تستمع منذ قليل إلى سيد نوف الفريخة نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ووضح لنا أو طرحنا عدة أسئلة في علاقة بهذا المسار الانتخابي المرتقب. شنو هي متابعتكم ليه، ملاحظاتكم عليه؟ هل المشهد اليوم واضح أمام الناخب التونسي، أمام المجتمع المدني المراقب لهذا المسار الانتخابي واللي عودنا ديما يكون حاضر في كل المسارات تقريبا؟ رفع هذا الغموض؟ رفع هذا الغموض. هو متابعتي النصف ساعة السابق نظن ما زال برشا غموض ما ترفعش، وحتى من الأسئلة متاع الأصدقاء هنا في البلاتو يبدو أنه بعض الأسئلة ما ترفعتش، وبعض الغموض هذا مأثر هو نفسه مأثر على المناخ العام اللي تصير في العملية الانتخابية، ونشوفه أنه برشا توانسة ما زالوا ما هوش فاهمين لشنو تصلح هالانتخابات، لشنو صلاحيات هالمجالس المحلية، لشنو الهدف من إرساء كل هذه المنظومة. وربما نقول ربما أنه تتالي التغييرات أو الأشياء الجديدة دون الخوض فيها بالشكل المناسب. جاء الدستور، ثم في علاقة بالانتخابات المحلية جاء المرسوم عدد 10 في شهر مارس، لكن ما كانش تم الحوار، ما كانش تم العملية التشاركية، ما كانش تم النقاش حتى على البتوات التلفزة حتى في الإعلام بصفة عامة. كانت مشاريع جي من السلطة، من السلطة التشريعية، ولكن للأسف عملية عدم التداول فيها بالشكل الكافي نقاشها أثر ربما وخلى نوع من الضبابية على هذا المشهد. نضيفوا المناخ العام اللي صايره في الانتخابات، حتى احداث اللي قاعده صايره في 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 فلسطين في غزه، وربي جل عليهم الغمه اللي هما فيها، كيف اثرت بكثير. اليوم التونسي بصفه عامه معناتها يلوش في الخبر في كل لحظه في كل ان في علاقه باللي صاير من احداث هناك، فكلها تاثيرات ولو انه تاثيرات خارجيه لكنها موجوده ومؤثره. فكنا اقترحنا كجمعية عتيد من خلال حتى عديد المشاركات الإعلامية أنه كان المفترض ثم قانون أساسي يتحدث بكل وضوح ويوضح صلاحيات المجالس المحلية، يوضح طريقة تسييرها، يوضح هل أنه هل النواب اللي مش يكونوا في المجالس المحلية مش تكون عندهم منح أو لن تكون لهم منح. كل هذه الأشياء كان ربما عملية توضيحها من خلال قانون أساسي، وكان ثم فرصة لمجلس نواب الشعب لتقديم مبادرة أو حتى مبادرة من رئاسة الجمهورية أو من الحكومة، كانت ربما تثري المناخ العام من ناحية مناقشة هذه الأشياء وأعطى أكثر شفافية وأكثر وضوح لقادمين عليه من خلال هذه التجربة، وربما كان مش يعاون ويعطي حتى أفق حتى للمترشح حتى للناخب المترشح حتى أفق أكثر وخير في عملية تقديم البرامج متاعه، في عملية الحملة الانتخابية اللي مش يخوضها الناخب، مش يعرف بالضبط الخطوط العريضة اللي تحد
صلاحيات وتعطيه بالضبط شنو بالضبط النائب هذا شنو باش يصلح له شنو باش يقدم له شنو باش يكون الفائده من خلال الانتخاب نتاعو. نقول مازالت فرصه لانه مازلنا ما دخلناش في الحمله الانتخابيه ومازالت فرصه، فربما على الاقل يتم توضيح هذه الامور. 20 يوم نتاع الحمله الانتخابيه كفيله بانهم يرفعوا اللبس اللي اللي حكيت عليه توا على الأقل. الحملة الانتخابية حاجة ثانية، أنا تحدثت على القانون الأساسي اللي يحدد، سي نوفل كان قبل يتحدث أنه ما ثماش فراغ، صحيح هو ثم القانون سنة 94 يتحدث على المجالس المحلية، لكن بتركيبة أخرى، بعقلية أخرى، بطريقة أخرى. اليوم أكيد باش يصير من خلال لأنه كان معين، لانه كانت في التركيبه نتاعو رئيس البلديه ورئيس المعتمديه و و و و, و. اليوم ثم تركيبه اخرى، ثم عمليه انتخاب فالمفترض الحكايه ما نجموش نعملوا تجربه جديده بالطريقه هذه ونستجلبوا لها قانون من 94 حتى هكا ادبيا ما تركبش. اكيد جدا كان المفترض هوني نذكر باللي خذناه قبل الانتخابات البلديه 2018، كنا كمجتمع مدني اصرينا انه ما ينطلقش المسار الانتخابي قبل صدور مجله الجماعات المحليه اللي كانت هي باش تعطي كل الرؤيه لاي مترشح او ناخب في علاقه بالانتخابات البلديه، وشفنا بعد التجربه نتاع الانتخابات البلديه او التجربه البلديه بصفه عامه وما عاشته من صعوبات، شيء منها جاي من الانتخابات نفسها، شيء اخر جاي من الناس اللي ترشحت، شيء اخر جاي من تعامل الدوله مع التجربه هذه اللي ما كانش تعامل معناتها يشجع فيها، بالعكس كان ثم عديد التعطيلات من الدوله نفسها للتجربه البلديه، ولكن كانت فيها كذلك نقاط مضيئه كان ممكن يبنى عليها ويستانس بها وتم تحسينها. كان فيها اكثر شوي من 33% مشاركه. صحيح كانت فيها نسبة مشاركة متوسطة نسميوها 33% ماشي برشا، كان باقي في المسار نتاع الانحدار من 2011 وانت ماشي، لأنه تقريبا نسبة المشاركة في الانتخابات من 2011 كانت ثم الحماسة ثم الحاجة جديدة ثم الأمل اللي تخلق في التوانسة، وثم بعد العزوف وفي كل انتخابات كان يكبر للأسف. فالديمقراطية وعملية المشاركة في الانتخابات بصفة عامة كانت إحدى ضحايا ما شفناه سابقا، وهذا مؤسف جدا، وإن شاء الله اليوم نفيقوا أنه راهو الديمقراطية والمشاركة في العملية الانتخابية والمشاركة الانتخابية الإيجابية هي بالترشح وهي كذلك بالانتخاب. فهذا يلزمنا كلنا نفيقوا أنه راهو الديمقراطية ضربت في مقتل، حملوها أكثر مما تحتمل، العملية الانتخابية كيف كيف حملوها أكثر مما تحتمل. كان الأداء وسوء الأداء هو العنوان الأكبر في التجربة السابقة، وكنا كمجتمع مدني طالما قلنا راهو الانتخابات والديمقراطية مش فقط ديكور نزينوا به المسار اللي احنا فيه، راهو راهي إجراءات، راهي يعني أداء يوافق المعايير نتاع الديمقراطية، يوافق كذلك المعايير المثلى للانتخابات من نزاهة من شفافية من عملية ديمقراطية من تشاركية حقيقية، مش بعض الأشياء اللي كانت تمر للأسف ونبت لها محكمة المحاسبات في بعض التقارير نتاعها والمحكمة الإدارية كيف كيف. وكمجتمع مدني طالما لدينا في ذلك الوقت وما زلنا نديو إلى حد الآن إلى ضرورة أن تكون الانتخابات وسيلة وماهيش هدف، هي وسيلة للوصول إلى مجلس أو إلى سلطة. الوسيلة هذه لازمها تحترم، وبداية ولا عملية الاحترام تاعها هي اللي مش تبدأ تبني منسوب الثقة بين المواطن والمنتخب في أي عمل قادم. ودوركم أنتم المرة هذه باش يكون نفس الأدوار اللي لعبتوها قبل باش يتغير، كيفاش باش يكون دور عتيق؟ احنا كجمعية مواظبين على عملية ملاحظة الانتخابات وكبقية الانتخابات باش نقدموا باش نقوم بعملية الملاحظة للانتخابات هذه. وربما احنا زاد كمجتمع مدني عايشين نفس الأزمة اللي عاشتها البلاد، وكمجتمع مدني الزخم اللي كان في 2011 و2014 هو نفسه انقص، فاليوم حتى عملية انتداب ملاحظين نجدوا فيها صعوبة، عملية إيجاد تمويلات لعملية الملاحظة لأنها عملية مكلفة لوجستيا وماديا بالكدا، ثم للاسف ثم نقص كبير ياسر في الامر هذا، لكن قاعدين نجتهدوا وقاعدين مع الملاحظين نتاعنا اللي كونناهم
أكيد في علاقة بكل المتغيرات، في علاقة بالمتغيرات القانونية أكيد، هذه أول شيء، ثم في علاقة بالمراسيم والقرارات اللي قاعدة تصدر فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وآخرها المرسوم 11 و12 و13 اللي يتحدثوا على الحملة الانتخابية في ثلاثة جوانب، ضوابط الحملة، الإعلام، ثم تمويل الحملة. هذا قاعدين نقوموا فيه، قاعدين نقدموا في الاعتمادات نتاعنا. ثم جانب آخر كنا نقوموا به نقوله متأسف أسف كبير ياسر اللي ما عادش موجود، لأنه كانت تقبل كان عندنا تدخل هام، وكنا نقدموا اقتراحات في مشاريع القوانين اللي تحضر العملية الانتخابية. كنا نفكر في 2014 جمعية عتيد قدمت مجلة انتخابية كاملة، أخذ بالعديد من الأشياء اللي فيها وترك أشياء أخرى، ولكن كان ثم نقاش في رحاب مجلس نواب الشعب، وكان ثم حوار، خذوا ما خذوا وخذوا أشياء كثيرة وما خذوا أشياء أخرى، خلوا بباب محلولة. احنا اليوم دورنا مش ننبهوا، مش نقولوا للسلطة التشريعية، مش نكونوا معاها، مش نقولها وين أماكن الضعف، وين البيبان المحلولة اللي تخلي ربما عمليات فساد أو عمليات استعمال الانتخابات في غير أوجهها راهي موجودة. هذا قاعدين نقوموا به، ومازلنا مصممين على القيام به، ودورنا كمجتمع مدني بطبيعة نجتهدوا باش نقوموا به على أحسن ما يرام، اقتراحا، انتقادا، تثمينا، وبطبيعة ملاحظة وتقديم تقارير. أنا حاب نسألك، معناها ناشط في المجتمع المدني وتراقب السلوك تاع المواطن بصفة عامة، رغم غياب قانون منظم لعمل المجلس الوطني والجهات، الآن لا نعرف القانون الأساسي نتاعو وكيفية اشتغاله، ولكن ثم نسبة نتاع الناس اللي ترشحوا، مش نحكي عن المشاركة في الانتخاب، تقول في 7000 و 6000 عفوا و 400، ثم نسبة كبيرة نتاع الناس ترشح، باش تفسر الناس مستعدة ترشح في حكاية فيهم جزء كبير مش فاهم. انا هكا شفت ناس ما يعرفوش كيفاش باش يشتغل المجلس هذا، وين باش يقف على المستوى المحلي الجهوي، المجلس الوطني، الاقاليم والجهات، ثم شهريه ما ثم شهريه، وعلى اهميه الموضوع هذا بالنسبه للتوانسه اللي ينشطوا في الشان العام. اثنين، باش تفسر تراجع الحماسه نتاع الناس للاشتغال في المجتمع المدني نفسه. توا في الاحزاب فهمناها، قريناها، وحالة إحباط، والشباب ما يفتحوهمش الفرصة، والتجربة متاع جزء معين من الحياة السياسية والحزبية الحقيقة كانت تجربة عند الناس ما عطتش أكل، هاي ما نقولوش حاجة أخرى. ثم قبيلة تحكي المجتمع المدني يعاني من مشكل في التمويلات، أنتم باش تنشطوا من كان تجيه التمويلات قبل؟ يعني قبل كانت عندنا تمويلات، شكون كان يساهم فيها التمويلات هذه؟ نبدا بالسؤال الاخير وانا راجع. التمويلات، احنا تحدث على الاقل على جمعيه عتيد. جمعيه عتيد اهم التمويلات كنا نتحصلوا عليها من مؤسسات او دي باير دو فون اللي هما يتعاملوا مع الدوله التونسيه، اللي هما موجودين في الدوله التونسيه عندهم مقرات هنا. تحدثوا على الاتحاد الاوروبي مثلا، بعثة تاع الاتحاد الاوروبي. تحدثوا على منظمه ألمانية ساعدتنا تقنيا وماديا تقريبا منذ سنة 2011، وبطبيعة المعيار نتاعنا في الحصول على التمويلات. هذوما ما عادش يعطيو توا. نقص. علاش؟ نقص، لأنه البرامج الموجهة لعملية الانتخابية تقريبا ما عادش موجودة. يعني منذ سنة 2018 اتخذ قرار أنه تمويل البرامج اللي تعنى بالانتخابات لم يعد ضرورة في تونس. عليه. وتحدثنا وقلنا راهو مش صحيح، قلنا راهو علاش هو هكا في رايك؟ في رايي انه ثم مواضيع اخرى، بيئه، ثم مواضيع نتاع اشياء اخرى، نتاع مواضيع اخرى هي الاهم وتمويلها، واصبحت التمويلات تمشي لها هي اكثر من العمليه الانتخابيه. عندما احساس يعني عملنا 7 أو 8 سنوات مولنا عديد البرامج في تونس في علاقه بالانتخابات، فالان ثم برامج اخرى ربما تكون عندها الاولويه على حساب الانتخابات. هذا حاجه كانوا يعتبروا اللي من ابتداء من 2019 وفي الانتقال ودخلنا في ثم التفكير هذا، وصلنا لنوع من تراكم العمليات الانتخابيه، اصبحت ثم برامج اخرى هي اللي تحظى اكثر بعمليات التمويل. للاسف هنا نقول ثم حاجه، انه الدوله التونسيه راهي ما تمولش الجمعيات كما جمعيتنا احنا، ما عندنا حتى التمويل، ما تحصلنا حتى على تمويل للاسف، وانه عديد التمويلات تمشي، لو كان ماذا بينا يخرجون الاحصائيات، لكن عديد التمويلات نتاع الدوله، ثم تمويلات موجوده من الدوله، لكن راهو تمشي للجمعيات
المدرسية، الجمعيات اللي خلينا نقولها تعطي في بونو ماكلة وفي مش عارف شنو في أشياء ما هيش هي الأهم. فاليوم عندنا جمعيات في تونس كما جمعية عتيد كما عديد جمعيات أخرى مهتمة بالشأن الانتخابي أو الشأن الحقوقي أو الشأن الديمقراطي بصفة عامة، نتمناه ويكون عندنا تشجيع من دولتنا قبل حتى ويكون عندنا تمويل من أي جهة أخرى. سي بسام بربي نحب نستغل حضورك في النقطة هذه بالذات، نحب نعمق النقاش شوية. ما نعرفش كان تعرف اللي توا حتى في مجلس نواب الشعب فما نقاش جدي حول الجمعيات والتمويل الأجنبي لهذه الجمعيات. أنتم اليوم عندكم جمعية معناتها تعنى بالشأن الانتخابي أساسا، كما فما زاد أصناف آخر من الجمعيات الحقوقية البيئية التنموية الخيرية، فما برشا معناتها جمعيات مهتمة بمجالات أخرى. شنو رأيكم أنتم في مسألة التمويل الأجنبي؟ لأنه سي بسام أنت تعرف وأنا نعرف والناس الكل تقريبا تعرف اللي راو نحكيه اليوم راو على جمعيات ومنظمات مجتمع مدني في تونس راو حتى مؤتمراتها من آليفها إلى يائها بتمويل أجنبي. أنا هنا سي بسام معناتها نطرح سؤال منطقي شوية، نراه هل اللي المؤتمر متاعو اللي صعد قيادته تمويله من الألف إلى الياء أجنبي، هل تعتقد أنه باش يكون ولاء لبلاده أو للأطراف الأجنبية اللي تمول فيه؟ معناتها هنا ما علاقة التمويل الأجنبي للجمعيات بالمسألة الوطنية زادة في تونس؟ واضح مش تربط حتى مع السؤال الثاني اللي ما جاوبتش عليه بتاع ثم عزوف أو ثم عدم إقبال أو تراجع لإقبال التوانسة برشا توانسة على المجتمع المدني أو النشاط في المجتمع المدني. للأسف نقول ثم عملية شيطنة جات من ملاحظة من واقع صارت فيه أمل قام صارت فيه خليط. احنا اليوم صحيت احنا اليوم كجمعية عتيد نحسوا في رواحنا قاعدين ندفعوا في 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 فاتورة ناس آخرين أساءوا للمجتمع المدني، أساءوا لدور المجتمع المدني. واليوم نقول واحنا قدام قانون ما يفرسش، ما يقولش جمعية عتيد أو خمسة أو ستة أو سبعة جمعيات تقاريرها المالية بعد المؤتمر تتصب عند محكمة المحاسبات، وقت تحصل على تمويل أجنبي يتم نشره في جرائد رسمية وتم بيع إعلام الحكومة، وهذا موجود في المرسوم 88، هذا واجبنا ونقوم به ونقوم بعملية الإعلام. والدولة بإمكانها بعد الإعلام أنها باش تجي وتراقب. للأسف نقول في السنوات الماضية الكل الدولة من خلال ما يتيح لها المرسوم 88 في عملية مراقبة أعمال المجتمع المدني ما كانتش قائمة بالدور هذايا على أحسن ما يرام. واليوم نلقاو رواحنا في مفارقة أنه تقريبا نقرأ في المشروع وفي الديباجة متاعه يحط الناس كل في نفس السلة. سي بسام انا في النقطة هذه بالذات متفق معاك تماما، وراو اليوم هو مازال مقترح مشروع قانون ويجب ان يدرس بتأني وبهداوة ويطبخ على نار هادئة ويتم تشريك حتى الجمعيات فيه لما لا وعاد مختلف الاطراف المتداخلة في الموضوع هذا، ويلزم معناتها الفرز ويلزم ما نحطوش الجمعيات الكل في شكارة واحدة. ولكن انت في بداية حديثك سي بسام هناك اقرار منكم حتى انتم في جمعية عتيد انه فما جمعيات ترتزقوا باسم جمعياتها اكيد هذا باسم الحقوقية وباسم الديمقراطية وباسم الخيرية وباسم التنموية، لكن هذا ما ينفيش اللي فما جمعيات وطنية محترمة وتقدم في خدمات للمواطنين، لكن فما جمعيات زادت ترتزق وفما جمعيات معناتها على اعتاب السفارات سي بسام، وفما جمعيات معناتها راي في الخارج راهو تحسها في بلادك وتمثل في اطراف خارجيه، معناتها مش تمثل في تونس. انا فما مره والله الحقيقه بتصريح صادم اعتبرته وزير املاك الدوله السابق سي مبروك كرشيد، وقالها معنا هنا في البلاتو ملاك، وكان حاضر معاه واحد من جمعيه لا علينا في ذكر اسمه، قال مشيت انا والوفد المرافق ليا في الولايات المتحده الامريكيه، عنا اجتماع مع وفد امريكي، كيف دخل يلقى واحد تونسي مصاحب الوفد الامريكي مش مع الوفد التونسي. معناتها شنو هذا؟ شنو هذا؟ راهو اليوم فما جمعيات سي بسام ولات ادوات حقيقيه نتاع عماله ونتاع جوسه ونتاع تخابر وتمويلات اجنبيه واموال تغدق في بالك من كثره الفلوس. راهو سي بسام يحكيو حتى ناس استقالوا راهو من الجمعيات هذه، راهو في فتره من الفترات تلمو الفلوس برشا ما عادوش حتى يعرفوا وين يحطوها ولاو يوزعوا فيها منا ومن غادي. معناتها شنو هذا زاد؟ هل البلاد زادت تستباح
باسم المجتمع المدني وباسم الجمعيات الحقوقية والخيرية والأدري ماذا، ما يلزم زادا نفرزوا ويلزم الدولة يكون عندها رقابة. يلزم الدولة تكون عندها رقابة، ونحن كمجتمع مدني وأنا كجمعية عتيد أدعو لوضع آليات رقابة فاعلة وحقيقية، لأنه اللي كان عندنا ما كانش تم رقابة حقيقية. اليوم نجموا كما قد تفضلت سيادتك بتأني نعطيكم عديد المقترحات اللي ما تخليناش نحكيه دائما على 22 ألف جمعية. بالنسبة احنا كجمعية عتيد عندنا نحترموا دورية الانتخابات متاعنا، نحترموا القانون نظام الداخلي في عملية الانتخابات، نخرجوا تقاريرنا. فجمعية عديد الجمعيات الأخرى للأسف ما هوش قاموا بهذا. أنت كدورك كحكومة إذا الجمعية ما قامتش لها سنتين أو ثلاث أو أربعة بالواحد مش تثبت من الوضعية متاحة. نكمل معك سرياض في نقطة ثانية. ثاني شيء حب نقول لك، راهو مشاريع التمويل ما تعنيش فقط بالجانب قولوا احنا سياسي ولا اقرب شويه للسياسه يعني انتخابي او ديمقراطي. راهو ثم عديد الجمعيات في مجالات الصحه، في مجالات البيئيه، في الايكولوجيه، في ثم استثمارات عديده وما يلزمناش المواطنين بالحق وما يلزمناش نخسروها بعمليات تضييق. نرجع مره اخرى تحط الناس كل في نفس الشكاره وتسكر على الناس الكل. راه بالعكس، راهي هذه اموال. حتى كي نحكيوا على الدوفيز ثم عديد برشا دوفيز داخل البلاد من الطريقه هذه. بالعكس انا نقول مفترض نثمنوا كل شخص يحافظ على سياده الوطن. احنا كي نتعاملوا مع في اطار برامج مع ممولين اجانب، اول شيء واول كريتير في جمعيه عتيد انه ما يتمش التدخل أو رفع أي تقارير لهذه الجهة بخلاف التقارير المالية وتقارير كيفية احترام الكونترا اللي بيناتنا احنا وياها، طريقة الإجراءات. هذا كله ما ثم حتى تدخل فيه، وإذا شموا ريحة التدخل بالطبيعة مثلا تقابلوا رئيس مجلس النواب، تقابلوا الجهات اللي عندهم مشاريع، جهة المبادرة العام لمشروع القانون نتاع الجامعات تطلبوش تقابلوش انتم. احنا منفتحين. انا أخيرا وصلت نسخة معينة لهنا، نسخة يعني أخيرة من المرسوم الحق من المشروع القانون. فتفجعت لانه الحق مشى في اشكال قصويه، ثم انه في الديباجه نتاعو ياخذ كامثله كتجارب مقارنه الدول العربيه والدول العربيه فقط، بينما احنا راهو نسعى ونعرف وضعيه عديد الدول العربيه مش نكونوا افضل من وضعيه المجتمع المدني في عديد الدول العربيه اللي نعرفوا شنو قاعدة تعيش. التجربة الديمقراطية أو المسار الديمقراطي يستلزم مزيد من التأني، مزيد من دعم المجتمع المدني، لأنه بدون مجتمع مدني راه مش نلقاو روحنا في سلطة تتحدث وحدها، مش نلقاو روحنا في وضعيات ما قبل 2011، وما نحبوش نرجعوا لوضعيات ما قبل 2011. المجتمع المدني راهو دعامة هامة، تأطيره، المراقبه نتاعو، تثمين اعماله، لانه للاسف احنا راهو كمجتمع مدني ناشطين رانا في جمعيه عتيد لناخذوا فرانك لخروبة، معناتها ناشطين متطوعين، لا عندنا منح، لا عندنا اي شيء نقوموا به، هذا نقوموا فيه لصالح بلادنا، ما نظنوه احنا لصالح بلادنا وصالح الوطن نتاعنا. فحتى كيف يجي الدوله اليوم وتقول لي يعطيك الصحه نكونوا شاكرين لها، وتثمين التجارب الجيده في تونس وعديد منها موجود. راهو عندنا معناتها جمعيات نتاع قصور كلى، عندنا جمعيات في الصحه، عندنا عديد جمعيات تقوم باعمال ممتازه جدا وتدعم في الدوله من معناتها بجهد اجتماعي هام وهام وهام وهام. وثم اطراف من الخارج راهم يقدموا التمويلات هذه في اطار برامج دون التدخل في السياده، واذا ثم او ثبت تدخل فبالطبيعه مش نكونوا كلنا ضده وكلنا نتصداو له بالقانون. واضح بربي ونؤسس لذلك بالقانون وبعد كده بالعمل المواطني. يعني شكرا لك، انتهى الوقت تقريبا الوقت. سؤال اخير بربي في 30 ثانيه. يلا انا ضيف عبر الهاتف. بربي فيما يتعلق بالاف الجمعيات هذه اللي ما تعملش مؤتمرات بشكل دوري وماهيش تقدم في تقاريرها الماليه والادبيه، مش من المفروض سي بسام تحل معناتها شكلا؟ لانه انت ما يمك تعمل في حتى شيء، معناتها الكثره وقله البركه. يلا يجاوبك. الاليات موجوده، كان المفترض على رئاسه الحكومه انها تتواصل معاهم، تبعث لهم اللي ما يرجعش واللي ما يجاوبش واللي ما يعطيش الوضعيه نتاعو
معناتها ثم تعليق النشاط. شكرا لك بسام معطر رئيس جمعيه عتيد. احنا قبل ما نختموا في اطار حق الرد على ما قيل في هذا البلاتو، تنضم لنا عبر الهاتف الاستاذه المحاميه دليله بن مبارك مصدق، محاميه وعضوه هيئه الدفاع عن الموقوفين فيما يعرف بقضيه التآمر على امن الدوله. مساء النور استاذه. مساء الخير سيده ملك، ومساء الخير لجميع المشاهدين والمشاهدات. مرحبا بك، عندك يعني حق رد، تفضل. والله حبيت نجاوب السيد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف في طرخاني. اللي كنت نتمنى أن نشوف تدخلات أكثر في الإعلام باش يفسرونا علاش الناس هذوما موقوفين، يعطيونا شنو الأفعال المجرمة الملام عليهم واللي على أساسها هم موقوفين. طبعا عندهم كرات في 10 أشهر، لكن للأسف ما تكلمش في هذايا، ما أنارش الرأي العام، لكن قال أشياء الحقيقة ماهيش صحيحة. هو جاوب على تدوينة أنا كتبتها في صفحتي، لأني على الساعة 12 توجهت إلى دير الاتهام ومعايا زميلة أخرى محامية أخرى شاهدة على ما حدث، ووجدت الكاتبة كاتبة الدائرة دائرة الاتهام اللي باش تجلس اليوم موجودة في مكتبها، وتوجهنا إليها بسؤال هل أن الدائرة اجتمعت أم لا ما زالت ما اجتمعتش. جاوبتني بالطريقه هذه، قالت لي يا استاذه ما دامك تشوف فيا انا في مكتبي يعني الدائره لم تلتئم بعد. راهو قلت لها وقتاش نجموا نرجعوا باش نشوفوا القرار؟ قالت لي راهو بعد ما بساعتين قبل راهو ما ثم شيء. وما بساعتين بالضبط يهبط القرار، وحصلنا عليه بالتليفون من طرف الكتبه نتاعنا كانوا موجودين وعداوا لنا القرار. أنا طرحت سؤال بسيط في صفحتي كما ممكن ندون يعني على ونعلق على الشأن العام، قل وأنه راهو نص نهار الدائرة لم تلتئم بعد، ما بيساعتين هبط القرار، وقتاش بقاو الوقت باش قراو الملف وباش قرروا باش ناقشوا فيه؟ سؤال بسيط وعادي جدا ومشروع، سؤال شرعي ومشروع. يخرج الناطق الرسمي باش يبدا يقول مغالطات وإشاعات، وبس إشاعات، إشاعات شنو؟ أنا ما كنتش موجودة وحدي، كانت معايا أستاذة أخرى، والكاتبة كانت موجودة، والكاتبة هي اللي جاوبتني، ودائرة الاتهام لا يمكن لها أن تلتئم بدون كاتبة، وهي ذاش قالت لي؟ قالت لي ما دامك تشوف فيا قدامك يا أستاذة، كيكون مازلنا ما اجتمعناش. يعني ما فهمتش شنو العيب في هذا. أنا اللي لاحظته هو أنه منذ أن توجهت إلى السيد رئيس الجمهورية برساله وبدعوه بانه يطلع هو شخصيا على الملف، هناك حاله هستيريه حصلت في بعض وسائل الاعلام وفي بعض المناصرين. مانيش فاهمه شنو اللي قلقهم انه السيد رئيس الجمهوريه يشوف الملف وحده. وانا اعيد دعوتي للسيد رئيس الجمهوريه، يا سيد رئيس الجمهوريه شوف الملف وحدك واطلع وشوف شنو قاعد صاير، لانه ردة الفعل هذه خليني نطرح ألف سؤال. ردة فعل هستيرية وعنيفة، البارح يتم سب هيئة الدفاع في إذاعة من الإذاعات الخاصة من طرف أحد الكرونيكا. اليوم كيف كيف معني حالة من هستيرية حتى على البلاتو تاعكم سبانه وكذا. أنا اللي نقوله وأنه لم نقل احترم روحك شنو داخلين في حالة هستيرية؟ وانتي في الحالة الهستيرية شوية بكل هدوء، ثانيا ما دخل السيد رئيس الجمهورية في القضاء، السيد الرئيس لا يتدخل في القضاء وأكد على هذا ألف مرة. ثانيا اللي مقلقنا أنه أنت تكذب كما تتنفس يومين وعلى مدار الساعة، أنت شوية شوية أنت كذب. يلا شوف عاد في شكون تشاهد، كانت معايا أستاذة محامية، شوف عاد في شكون تشاهد. يلا بكل هدوء رياض، خلينا نسمع بكل هدوء دون انفعال، مانيش نسمع كل يوم تكذب، مانيش نسمع بكل هدوء. تفضل دليلة، تفضل أستاذة دليلة. على استري هل أنت بجواب على أي بنت؟ أنت مش مواهرة باش تقيم البلاطوات ولا باش تقيم؟ خلينا رياض خلينا نسمع وتعجبوا. لا لا الشير يحكي على استقلاليه القضاء، مانيش هكا نسمع على الوظيفه التنفيذيه، ومن جهه تطالب السيد رئيس الجمهوريه بلاتي، مانيش نسمع. خلي رياض
رياض بكل هدوء. أستاذة دليلة مصدق تفضل، ما كناك من حق الرد، تفضل. بعض الألفاظ لا يمكن احتمالها. سيد رئيس الجمهورية، لا يتدخل في القضاء ويحترم استقلالية القضاء والاطلاع على ما يحدث في هذا البلد. كذبا يا دليلة بن مبارك مصدق، كفى كذبا. لماذا؟ رياض خلي يلا تفضل دليلة مصدق. أجدد دعوتي للسيد رئيس الجمهورية للاطلاع على هذا الملف ولمعرفة حالة الارتباك التي حصل في البعض. الارتباك في صفوف المنظومة، لأنكم تعرفون جيدا أن ملف التآمر على أمن الدولة دخل مرحلة هامة وحاسمة. هذاك علاش الارتباك في صفوفكم انتوما. يلا ما نجموش نسمعوا. شكرا لكم. كنا حق الرد المفروض يكون في اطار الهدوء، في اطار الاحترام للساده المشاهدين. ما نجموش بشويه بكل هدوء، كنا نجموا نجاوبوا بطريقه اكثر باقل انفعاليه. شكرا لك بسام معطر، شكرا مروان خليفه رياض، شكرا لكم انتم على حسن المتابعه. نتلقاو غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت على قناه 9. صباح الخير.